السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شيوة زين بهاني. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم رغيف على شكل شنك مقليين في الزيت وكذلك موضوعين في العسل ومزينين بطريقتي. إن شاء الله تابعوني لآخر الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالها وكذلك الخطوات اللي غتبعوا باش تنجح معكم الوصفة. اللي غنحتاج في المكونات عندي هنا، انا وضعت كاس الا ربعيه، غنحتاج تقريبا واحد نصف كاس حتى الكاس الا ربع حليب بارد. هنا عندي جوج الكؤوس ديال دقيق ابيض يكون نوع جيد. غنحتاج تقريبا كميه من نشا الذره او المايزينا، تقريبا كاس منها او المهم واحد الكميه اللي غنحتاجها فقط غير في التوريق. غنحتاج معلقه ونصف خل، وغنحتاج هذا سكر الفاني تقريبا واحد ربع معلقة، نفس الكمية من خميرة الحلوى. نتوما غتشوفوا الكمية شحال، ربع معلقة تقريبا، ماشي كمية كثيرة. والقليل من الملح. غنحتاج واحد جوج معالق كبار من الزبدة، أي نوع حبيتو غتديرو في هذه الوصفة. بالنسبة للقلي غنستعمل الزيت، وكذلك للتزيين عندي رقائق اللوز أو الكاوكاو اللي عجبكم، أو السمسم الجنجلان، وكذلك كمية من العسل. إن شاء الله ندوزو للطريقة. أول حاجة غنوضع الدقيق، أنا من قبل غربلتو، جوج الكؤوس تقريبا. هاد الكؤوس راه نفس القياس ديال كأس العنبة، نفس القياس. غناخد جوج معالق كبار الزبدة، أي زبدة إما نباتية أو لا حيوانية اللي عجبكم، تقريبا واحد جوج معالق كبار. غادي نوضع الملح، وغادي نوضع سكر فاني كيف ما قلت لكم، ربع معلقة فقط للتنسيم. دابا غادي نخلط، وغنحاول نخلط نرملهم غير بيدي هكا، نرمل الخليط نبقى هكا حتى تدخل ليا هاد الزبده مع الدقيق ان شاء الله، ونكملوا باقي الخطوات. من بعد غادي نضيف القليل من خميره الحلوى، واحد ربع معلقه، وغنضيف كذلك معلقه ونصف عندي هنا صغيره ديال الخل. وغادي نجمع هذا الخليط بالحليب بارد. اللي بغى يضاعف الكميه، انا فقط كنستعمل كميه صغيره يعني قليله، الجهد هكا اللي كدوزو به هكا لا سوب ولا الحريره ولا يعني الوقت اللي تبغيو هكا دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت كثير، دغيا كتحضر هذا الرغيف ما كياخذوش واحد الوقت. كيف ما قلت لكم كتهز ليا نصف كاس حليب بارد، يعني ها هو شاط داك الربع ديال الكاس، ها هو شاط تبقى. والخليط هو هذا، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه، الخليط تكون في هذا الشكل. هذه هي العجين اللي حصلت عليها، كما كتشوفوا راه ما دلكتهاش، كيف ما جمعتها خليتها. دابا غنحاول نطلقها بالمايزينا، نرققها هكا. غير بالنسبه للمايزينا كثروها، هي نشا الذره كثروا بزاف، لان هي اللي كتعطينا التوريق ما بين الطبقات.
غادي نطلقها هكا كلها بهذه الطريقه حتى نرققها ونشوفوا ان شاء الله العمليه المواليه. من بعد ما ورقتها غادي كلها نرشها بالمايزينا كيف ما كتشوفوا، هي اللي كتعطيني هاد التوريق المايزينا ما بين الطبقات. صافي كنبدا نطوي فيها، غير ما تخليوش فراغ، حاولوا ملي تكونوا تطويو كيف ما غتشوفوا معايا كنمشي بالجوانب كنلويهم مزيان هما الاولين، ما تخليوش فراغ. غير في البداية هكا باش يجيوكم متقونين، ومن بعد راه غتجي سهلة. مهم الأول، في الأول بداو كتطويو الجوانب مزيان كيف ما كتشوفو، كتكون فراغات هنا في الجوانب. إلا خدمتو الجوانب مزيان راه غتمشي لكم كلها مزيرة. غير في البداية اللي شوية غتتاخد وقت، انتو فما كتشوفو كتكون واحد الفراغ، يعني كنخدموه هكا. دونك لي ما تشوفوا العجينه ناشفه من المايزينا دهنوا، وكنبقاو غاديين هكا كدوي، وكتجي بسهوله في الاخير. يعني في الاول اللي خاص شويه الخاطر حتى تزير هكا. صافي ملي كيبقى لينا مثلا هذا الاخير، حتى هنا عندي فراغ، غناخذ بانسو وغناخذ الماء هكا ونحاول نسد الجوانب بالماء هكا بحال كنلصق باش ما تحلش في القليل. الجوانب كامله ندهنهم بالماء حتى لهاد البلاصه هنا. صافي وكنمشي هكا كنسدها، صافي كتبقى ليا شاده. من بعد كندير المايزينا وكنبقى نديها ونجيبها فيها باش ما يبقاش هكا الماء فازك. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه. دابا غندوزو لمرحله اخرى، كنبداو نقطعو فيها على حسب العلو اللي بغيتو هكا. انا خديت هاد الماس حيت كيكونوا ماضيين، دائما كنشري هكا كميه كتبقى عندي في الدار للفقاص على حسب سنتيم ونص ولا جوج ولا جوج ونص على حسب العلو اللي بغيتو. من بعد كناخذ كل وحده هكا وكنضغط عليها غير بيدي. في البدايه كنضغط غير بيدي حتى الجوانب ما غنضيعوهمش، هما احتفظت حتى بالجوانب خليتهم. شي كيف ما كيجيو، كيجيو مورقين كيبان التوراق فيهم. كنحط كنضغط لان باقي غادي نورقهم بالثلاج. من بعد كناخذ كل وحده وكنديها هكا بالمدلك كنرققهم بهذا الحجم هكا. نخليهم شغلات بهذا الشكل، دائما كنعاونو بالمايزينا. غنبقى غدا هكا تنكمل الكميه اللي عندي باش ان شاء الله نتلاقاو ونبدا نقليهم. كتشوفوا ورقت كاع هذا الرغيف، ورقته وحمرت اللوز وهذا العسل، ولكن غيكون بارد من الاحسن لان الرغيف غيكون سخان. دابا ملي سخن الزيت غادي نبدا نوضع في الرغيف.
كيف ما كتشوفوا كيبانوا لكم مورقين وهما باقيين ما حطيتهمش في الزيت. ملي كنوضعهم في الزيت كنبقاو نديروا لهم هكا كنفرغوا فوق منهم، غير هي النار تكون مهيله ما تكونش مجهده، حتى كيتحلوا هكا كيتنفخوا عاد كنقلبوهم كيف ما كتشوفوا لما بداو كيتورقوا. غادي نقلبوهم هذا هو الشكل ديالهم، نخليهم حتى يتحمروا عاد نقلبوهم عاود لهاد الجهه يتحمروا كذلك، من بعد غنزولوهم باش نقطروا فوق منهم العسل ونزينوهم باللوز الفيني. غير النار تكون مهيله من بعد ما يسخن الزيت مزيان ونبغيو نوضعوا هاد الرغيفات نقصوا النار. هو الشكل ديالهم بعد ما قليتهم كيجيو مورقين، كناخذوا كميه من العسل كنقطروا عليه بحال هكا، احسن من نعملوهم كلهم في العسل راه كيهزوا بزاف العسل كيجيو حلوين بزاف. انا كثرت هكا العسل في الواجهه لان ما عاملينش فيها السكر نهائيا، الا درنا السكر غتحرق. وكنوضعوا اللوز هكا كيجيو في هذا الشكل. باقا مشعلة عليهم نقلبهم ونجي نكمل نزين معكم واحدة اخرى. ما كياخذوش وقت في التحضير نهائيا، حتى في القلي دغيا كيتقلاو لكم حيت رقاق. العسل كيدخل لهاد الفراغات اللي كاينين وكنعملوا القليل من اللوز هكا وكنوضعوهم. بالنسبه للقرمشه انتم كتسمعوا يكونوا مقرمشين، نوضعهم حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. بعد ما كملتها في القلي وزينتها بالعسل واللوز الفيلي اللي حمرت، هذا هو الشكل ديالها النهائي. كيف ما كتشوفوا كتجي مورقه وكتجي مقرمشه. انا غنقطع وحده من الوسط كما غتشوفوا وكتجي محمره حتى من الداخل كيف ما غتشوفوا معايا كتجي محمره. هذا هو الفيديو ديال اليوم، الرغايف على شكل شناك. نتمنى ان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم، و الى عجبكم ما تنسونيش من لايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشارك في القناه ويفعل الجرس. وكذلك نبغيكم تعطوني آراءكم في التعليق. وإلى اللقاء فيديو جديد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.